طيب امبارح بقى كان في مباراه مهمه جدا لتوتنهام وارسنال، عايز اقول لكم المباراه كلها كوم وهدف اللاعب اريك لاميلا، يعني لاعب الفريق فريق توتنهام، كوم تاني لوحده حقيقي، يعني جول مختلف تماما. النتيجه اي نعم كانت خساره فريق لاميلا، لكن هدفه كان حكايه تناقلتها كل وسائل الاعلام والصحافه على مستوى العالم كله واشاد به طبعا كل عشاق كره القدم. طبعا النتيجه زي ما قلت لكم كانت هزيمه توتنهام امام ارسنال، بالمناسبه كانت بنتيجه هدفين مقابل هدف في اطار الجوله 28 من الدوري الانجليزي الممتاز، جول ولا اروع. عايز اقول لك فعلا السوشيال ميديا كريم امبارح كانت كلها بتتحدث عن هذا يعني الجول. احنا لو تابعنا هقول لحضراتكم الشوط الاول كان الى حد ما متكافئ مع يعني تفوق نسبي لنادي ارسنال، بس هدف التقدم جه لصالح هنا توتنهام عن طريق زي ما كريم قال لاميلا، كان بطريقه فعلا رائعه جدا، كل يعني زملائه تقريبا كانوا بيسقفوا له، وكانت تحديدا بتسديده بالقدم العكسيه استقرت بقى في شباك الحارس الالماني، كان هدف مذهل زي ما قلت لحضراتكم. صحف كتير يعني اتكلمت عنه، وعشاق الكرة الإنجليزية كمان وصفوه ان هو يعني ربما يكون الجول الافضل، فاعتقد كان لازم ان احنا برضو نطلع حضراتكم على الجول ده. وهو كده كده لاميلا برضو لو حضراتكم عارفين هو من مواليد 92، يعني هو عنده 29 سنة وهو بيلعب في المنتخب الارجنتيني وبيلعب مع توتنهام فريق توتنهام الإنجليزي. الجدير بالذكر بقى ان هذا اللاعب ما كانش بيلعب اساسي من اول الماتش ده، دخل بعد مرور 20 دقيقة فقط من شوط المباراة الاول بعد إصابة زميل لي اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ وعدم قدرته على استكمال اللقاء. لاميلا وكأنه قرر أنه يعني يرسم لوحة فنية بديعة في هذه المباراة، وبالمناسبة دي ما كانتش المرة الأولى بالنسبة له، عشان كده يعني كانت ردود أفعال الجماهير والصحفيين وكل من تابع هذه اللقطة الكل أجمع يعني بدون مبالغة والله على أن هذه الكرة كانت لعبة استثنائية وجنونية بشكل كبير جدا، وصفوه بالهدف الخيالي.